ومن أهم الأمور في شهر رمضان فحص الدين فحصا دقيقا ليكون حسب ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أشار إليه علي بقوله: أفي سلامة من ديني، فإن الحسنة في غيره لا تقبل، كما في حديث آخر: ومن يعلم فلعل هذا الشهر آخر شهر من عمره، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر، كما في الحديث: واللازم على الإنسان أن يجدد عهده بالقرآن العظيم قراءة وفهما وعملا ونشرا بين الناس ودعوة إليه. فشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هو الشهر الذي يجب على الإنسان الاهتمام الزائد بالقرآن، كما أن من اللازم في شهر رمضان الاهتمام بالقرآن الحكيم زائدا تعليما وتعلما وقراءة ومعرفة بآياته، فإن تفسيره ونشره بين الناس مسلما أو غير مسلم واجب، إذ القرآن نزل لهداية غير المسلمين للإسلام وهداية المسلمين إلى تقويم طريقته. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.